تحرص بإقامة أفرع للجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، دلالة هذا الكلام؟ دي نقلة كبيرة جدا في التعليم في مصر. احنا طبعا استراتيجية الدولة، احنا بنشتغلش برؤية وزير ولا رؤية يعني شخص، احنا هنا في إطار حكومة لها استراتيجية واضحة، في استراتيجية للوزارة وفي استراتيجية للدولة اللي هي 2030. الاستراتيجية بتاعت الدولة فيها إتاحة التعليم يعني، وفيها جودة وكفاءة التعليم، ودي حاجتين مهمين جدا نتكلم فيهم. لما نكون على إتاحة التعليم يعني لازم ان انا اتوسع في منظومة التعليم حتى اتيح تعليم بشكل راقي وبشكل جيد في كل محافظات مصر. طب النهاردة احنا عندنا معظم محافظات مصر فيها جامعات، وحضرتك يمكن شفت في الصعيد وشفت في الدلتا وجامعات، انا لفيت معظم الجامعات الحقيقة بنية تحتية لا تستطيع الدولة انها تعمل هذه البنية التحتية المتمثلة في منشآت ومعامل وتجهيزات واعضاء التدريس وعاملين في الجامعات المصرية بشكل رائع. ولكن كان دائما ينقصنا الجودة، ان احنا يبقى فيه تنافس على مستوى العالم. الاتجاه في العالم حاليا هو اقتصاد مبني على التعليم، يعني زي ما الدولة بتهتم بالسياحة لابد ان تهتم بالتعليم كمصدر للدخل القومي. هل مصر تستطيع انها تعتبر التعليم جزء من الاقتصاد اللي تبني عليه دخل قومي؟ الحقيقة لازم نعمل كده. والدليل انا يعني بيتم لقاءات ما بيني وما بين سفراء لدول كثيرة من الدول اللي حوالينا، اغلبيتها دول افريقية ودول عربية. لا يوجد دولة افريقية او دولة عربية الا لما بتيجي تتفق مع وزير التعليم العالي على انها عايزة تجيب ولادها يتعلموا في مصر. طب بلاش احنا شهادتنا مجروحة على تعليمنا، ودايما بين عندنا جلد للذات وبنبقى مش عاجبنا حالنا، وده حاجة ليها جزء صحي وليها جزء ما ينفعش ان احنا نبقى بنتمادى فيه، لان احنا عندنا ما يستحق بالفخر. لا، انا هقول لحضرتك احنا عندنا 70,000 وافد بيتعلموا من دول مختلفة، من اسيا، من الدول العربية، من افريقيا. ما رحناش معرض واحنا بنتكلم الا ما في طلب كبير جدا على التعليم في مصر. ده ما بيجيش من فراغ على فكرة، يعني ده معناه ان في ثقة في منظومة التعليم. نرجع للسؤال، عشان نحقق بقى ال70,000 دول يبقوا 150,000، عشان نحقق ان جودة التعليم تعلى، كان لابد من التوسع بناء على تكليف السيد الرئيس على ان احنا نطلع على المجتمع العالمي ونخش في منظومة استضافة افرع لجامعات عالمية في مصر. الموضوع يبان في الاول ان هو كان يعني شبه صعب جدا، لكن خليني اقول لك ان انا لفيت كتير من العالم بناء على تكليف السيد الرئيس، ورحت عملت محاضرات في انجلترا، وعملنا محاضرات في فرنسا وفي المانيا، وقابلنا يعني شركاء كتير جدا من المجتمع العالمي. بعد فترة بقينا لما درسوا المجتمع المصري وازاي بيهتم بتعليم ولاده، احنا عندنا شعب واعي جدا يستطيع انه يحرم نفسه من حاجات كتير في سبيل ان ابنه او بنته تخش المدرسة وتتعلم تعليم كويس. الرسالة دي وصلت، فبقى عندنا مجتمع عالمي عايز يفتح في مصر. إذن هذا النموذج من التعليم هو نموذج يدعم البحث العلمي، يدعم التعليم بجودة عالمية تنافسية يتنافس فيها الجامعات الخاصة اللي موجودة حاليا، وتتنافس فيها الجامعات الحكومية لوجود جامعات بتدي شهادة من بره موجودة على أرض مصر. نرتقي بمستوى أعضاء التدريس، لأن احنا الجامعات دي هتستعيد بأعضاء التدريس من المنظومة بتاعتنا في ضوء الضوابط بتاعتها. إذن هذا النموذج من الجامعات الكندية والإنجليزية والأمريكية والشرق أسيا وكوريا وكل الجامعات اللي احنا بنتعاون معها في المرحلة اللي جاية عشان يبقى ليها تواجد، مما لا شك فيه إنها بتعلى من سقف طموحات. طبعا في فوائد أخرى كثيرة، احنا قلنا على الوافدين، أنا متوقع إن أنا أجذب كم كبير جدا من الدول العربية.